هذاك هذاك يبان لي واقيلا النوع النوع ديال العنب ديال مراكش الصغير. اه العنب مراكش عادي ما شاء الله. ودي عاش كتلصقوها هنايا هاد السلاويه الكبيره عاش كتلصقوها هنايا هادي كنخليو فيها الزريعه باش تحافظ لينا على الزريعه. دابا فيها الزريعه هادي اه تبقى الزريعه هادي كتحافظ لينا على الزريعه كتبقى فيها وديكور. دابا دي واقع دابا دي واقع بحال بحال هذيك اللي هي في القناه بحال هادي. دابا هي كتبقى هي كتبقى كتولي زريعه تاعي بحال قلتي. دابا نتوما كتحافظوا على الزريعه البلديه. آه الزريعه ديالنا كنحافظوا عليها زريعه آه مزيانه نوع مزيانه هاك. ودي راه ما بقاتش الزريعه البلديه دابا في الاسواق راه تقريبا بقاو غير ديك الزريعه الهجينه. اه الهجينه الجديده اللي كاينه هذا هو الزريعه العاديه البلديه مزيانه. دابا هذه في الداخل ديالها كاينه الزريعه كاينه الزريعه تورينا الزريعه ديالها. ها الزريعه ديالها دابا كتكرم كتولي بحال ما كاين كرم كتولي الزريعه ديالها بحال هكا. دابا كتخليو مثلا هاد السلاويه ملي كتكون كبيره مثلا كتشرف على هذاك على هذاك الديكور اللي هي كتعلقوها بحال ما كاين كتخليوها على قبال باش تاخذوا منها في الاخر في الاخر الزريعه ديالها بهذه الطريقه باش كتحافظوا على 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 البذور ديالكم بالليل. كاين اللي كيحيدها حنا خلينا ديكور ومنها كتبقى محافظه الزريعه ما كتموتش واخا تبقى 10 سنين الا بقات في ديالها ما كتموتش. دابا هادي هي هادي اللي زارعين هنا هي هي بالضبط. هكاك دابا هذا هو السلاوي البلدي. هذا هو السلاوي البلدي هادي شوف البلدي الاصلي هذا هذا هو اللي كان ديال زمان. شوف تبارك الله كيفاش داير. دابا راه ما بقاش دابا ما بقاش هذا. دابا ملي كطيبو كيولي بحال الشكل ديال المخ كيطيب مزيان ما كيجيش عاصي بحال هذاك كيولي زبده. اه لا لاجين ملي كتكون كتاكل فيه بحال كتاكل في البولش. اه هذه ما شاء الله مزيان في الطياب ديالها. هاد الزريعة تعطيني من هاد البذور هادي. مرحبا عطيني من نعطيك واحدة صينة ديالها. ما شاء الله الله يكبر فيك. هاد الشيء كيدير ما شاء الله هذاك الشيء زوين ما شاء الله هذاك الشيء زوين. قول لي وهذاك الصبار اللي شفت قبيلة ليه هذا واش الحرش ولا الملس؟ هذا الملس هذا هو الصبار الملس. معقصتو قبيلة بان لي ملس. النوع المزيان النوع المزيان ديال الملس هذا النوع المزيان. الملس الملس هو هذا كيدير كرموس كبير وكاين انواع اخرى كدير كرموس صغير. ملس كدير كرموس صغير وكدير حتى هاد الودن ديالها كديرها صغيره. هكاك هذا النوع الكبير كيدير حتى الكرموس كبير. والحرش الحرش عندي منه شي حاجه قليله زرعتها عاد باغي نقل منه. دابا كتبان لي هذا هو الدرك اللي حصلتوا عليه من داك الدرك داك الصبار اللي كان عندكم كامل. هادشي اللي قدرتوا تخرجوا منه هادشي اللي قدينا نخرجوا منه عاد بغينا نعاودوا نحييه وثاني باش ثاني تعاود تزرعو منو ثاني نعاود نحيو الدراك ثاني. حتى هذا النوع ديال الملس الكبير راه كامل كان ضربات وديك الدوده القرموديه ياك. اه حيدات كلشي. دابا عاد درنا هاد الماركه ثاني وسرنا. ولكن هذه كيفاش حيدتو منا ديك الدوده القرموديه؟ كيفاش نجحت لكم الطريقه ديال حيدتو منا ديك الدوده القرموديه؟ استعملتوا عليها شي دواء ولا اش درتو؟ هذا غير بسعتو من البلاصه فيه كان داك الدرك القديم وهذاك الشيء. اه بسعتو منه ما كاين لا اثار ديال المرض لا والو. زرعت دابا حتى كتشوفيه ما كنداويه ما كنمسو ما والو حتى دواء والو الما خاص. وداك الدرك الحرش حتى هو ما زرعتوش منه شي حاجه انا. هو حتى هو درت منه واحد الجوجات كتشوف شحال وداتي بغينا نديرو منه غير الزريعه ثاني نزيدو منه نكثرو منه. دابا هذا الحرش اللي عندك درك يبان لي واقيلا هو الصبار الاصيل. الصبار الاصيل الصبار الاصيل هذا هو هذا هو الدرك ديالنا احنا المغاربه الاصيل. هذا هو عرفتي باش عرفتي باش عرفتو بكثره الشوك ديالو. هذا هو الاصيل واحسن كرموس. واخا تاكل اي كرموس ما كتلقاهش بحال هذا. دابا هذا الكرموس ديالو هو اللي كتلقى فيه ذاك العصف. انا كتلقى فيه العصف بزاف. هذاك هو الكرموس البلدي ديالنا. هذو راه عجوجات تبارك الله زرعتهم هما داروا الزريعه دابا راه غيعطيو واحد المسافه باش غيزيد يتكاثر. ها هو هذا الباكور هذا دابا لي التركي القزامي لا حيت بانت لي ما شاء حيت بانت لي ما شاء الله هذا وقال لك يبان لي التركي هذا حيت بانت لي ما شاء الله يعني الشجره غير صغيره وما شاء الله شحال حاطه تبارك الله ماتت وحسكتها وعاودت خرجت
خرجت شجره اخرى جديده عاود بحال هذا الشكل بحال قلتي نشوف بحال هذا الشكل هذه هي ماتت كانت عطشات وداك الشيء ومرض حتى هو جا المرض وحسكتها وعاودت طلعت هاد الجوج ديال السيقان السيقان طلعتهم جوده مزيانه نشوف هسه البكر ما زوينين هي من البلاصه كتحط كتعطي الباكور شتيها والله الا كتعطي من العام الاول ديالها صارت غادي طالعه كتعطي الباكور وهذه حتى هي نفس المشكل اللي شفنا نفس الديكور حتى هي هذه حتى هي غير حسكتها طلعت هاد الشيء هي شو شحال كتحط احسن من كرمه اصليه هذه عجبتني ما شاء الله هذه قزاميه وحاطه هذه لكبرات تبارك الله هذه نفس المشكل حتى هي ماتت هذه حتى هي ماتت حتى هي حسكت منها حتى هي طلعت هاد الشيء هذا شو شحال عطي ديال الغله تبارك الله وقصيره كناكلوا منها وقصيره كناكلوا منها ماشي ركبنا منها مزيان وبقى ديزا كتحط وهذه هاد الشفرجله حتى كتشوف فيها ما كنزبروها ما كنديروا ليها والو هذه ما زبرناش كون زبرنا غدير لنا كثار من هادشي قالت لي تبارك الله حاطه ما شاء الله ونوع مزيان هذا هذا هو النوع كيكبر هذه كتكبر هذه كدير نوع مزيان دابا هذا النوع ديال السفرجه الكبير هو اللي كيطعموا عليه التفاح وكيطعموا عليه بعويد مزيان ديال السفرجه مازال باقي كبر غير من العود كيبان العود كيبان هذه بعويده ما شاء الله هذه خروبه هذا الخروب الخروب هذا الورق ديالو كتكون بحال المورينغا خروبه المورينغا صغيره عليه الورق هذا داك الدرق الملس اللي ما كيصور منه المرض لا حق ولا باطل هو هذا النوع ديال الدرق الملس اللي ما كيضروش هاد القرموزيه ما كتضروش ما كتاثر عليه ما والو هذا النوع هذا يعني هذا هو قلم مقاوم للفطريات كيبان لي انا درنا منه الحبات هاد الحبات غنزيدو ترى باش عجبتيني يعني عندك من كل فن طرب يعني جامع تقريبا كيبان لي تقريبا جامع كاع الصبار جامع كاع هاد الشاديه هادي قد ما هكا هادي كتقل كتحط تبا هذاك هادي فاش كتوصل الوقت ديالها تقول هاد الخير فين هازاه هادي بحال ما هكا كتشوفها تبارك الله تبع هادي كتحط الخير هادي هي هادي راه كاينه تنحل مزيان كيلقى هاد الشيء لهنا ورانا دابا الرحيق ديالو كيدور هذا كيخدم مع الجرذان دابا دابا هاد 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 هذا هو اللي كيولي هذا هو اللي كيولي بلوح او تمر هذا هو اللي كيولي تمر في الاخر ديالو هو اللي كيولي تمر وهاد النوع ديال الزيتون هاد الزيتون اللي زارع هاد النوع ديال الزيتون هذا هذا شمن نوع ديال الزيتون هذا خويا النوع بالضبط ما عارفش شمن نوع ولكن هذا مزيان كيحط الغله مزيان هذا وكيدير زيتون كبير هذا بانت لي الورقه ديالو صغيره والورقه ملي كتكون لا شي باش الاخوان يشوفوا هذا كتبان لي الورقه ديالو صغيره وملي كتكون الورقه صغيره يعني كيتسمى الزيتون الحوزي حتى الشجره ديالو ما كتكبرش هذا بزاف الطريقه باش قديمه الشجره ديالو صغيره الصراحه الطريقه باش قلمتيه اللي مقلم لك هذه الشجره هذه فنان بيدي فنان اللي مقلم لك الشجره فنان خبره مزيان هانتوا اخوان الاخوان باش تعرفوا علاش قلت ليه فنان هانتوا باش تشوفوا هنا باش تعرفوا علاش قلت ليه فنان هانتشوفوا هنا دابا هنا ملي كنبغيو نقلموا الاشجار هي اشجار دائما كنخليو هاد العود هذا العود كيتسمى البوشونه هذه هي البوشونه الا ضربتي العود من هنا اشنو كيبدا يوقع هاد الضربه هذه كدا تحفر وكدا تدخل في الشجره وكتسوس وكتسوس في الاخر كيف ما كنقولوا كتجمع عندنا هنا السوسه او كيما نقولوا باكتيريا هنا في الداخل ديال هذا من هاد التقليمه هذه ولكن هذا اللي قلم وخلى البوشونه هادشي علاش ضروري الناس اللي كتبغي تقلم ضروري كتخلي البوشونه هذيك كتسمى البوشونه خوتي ولهذا الناس اللي ما كتعرفش تقلم يعني ميساج ليكم يعني معلومه خفيفه ظريفه ما تبغيش تقلم دائما خلي البوشونه وكيفاش تعرف البوشونه باش نعطيكم داكشي بالضبط الا شفتوا هنا في هذه البلاصه غتبان لكم كانت واحد الورقه دائما كتفوت هذه الورقه هذه كتفوتها هنا من هنا ملي كتقلب كتقسم من هنايا وكتخلي الورقه وكتخلي هذا العود هذا يعني قد التمر ديال الصبع هذا هو اللي كيتسمى البوشونه عمرك ما تقلب مثلا من هنا دائما بعد من هنايا يعني في الورقه هو الشيء في الورقه هذا هي اللي كتسمى البوشونه عطيتكم العباره ديال التقليم ديالها بالضبط
هذا الرمان ياك؟ الرمان، الرمان البلدي هذا، الرمان البلدي العادي هذا. ما شاء الله ما شاء الله.